ماليش حقا جايك لاشي وطاحوا عليا انا صدم لي للدار اسلام بمار ليش علفي النار وصفواني كان ميجوني مار خلاني نعاني بغيهب بكم محبي برنامج دار التكسار لا فيكتيم تاع نهار اليوم مسكين عنده ليزيو سيرني باسكو ما راهوش كامل يرقد خلطها لي كاع اون بلوس ما حبش ميم با يغني لنا والله ماني واجد بس غير باسكو ديجا ماني سي راقد مليح وراني مش شي اوبليجي هذا بالصباح يا فاش هذا بالصباح اليوم ضيف تاعنا هو شاب مراد. شاب مراد مرحبا بك وشكرا على الاستضافه ديالك. الله يسلمك ومرحبا بكم في وهران. من هو بالضبط شاب مراد؟ شاب مراد هو فنان. لا بنا فنان ما يديش مشكلاسيون ان شاء الله رانا معاها. من مواليد 2 مايو 1980 بوهران. ما هي الاغنيه اللي صنعت اسم شاب مراد؟ اغنيه تاع شيره شابه. تعطينا مقطع كابيلا من هذه الاغنيه تاع شيره شابه؟ والله ماني واجد بس غير باسكو ديجا ماني سي راقد مليح وراني مش سي اوبليجي تغني سي اوبليجي ما سمعت علاش اوبليجي؟ تاع الشونتور مغنية تاع الشونتور وي الشونتور ما تقدرش تغني على الكابيلا ما اليوم ما نغنيش بالذات خاف يبان لعب فوالا هذه هي خاف يبان لعب خاف يبان لعب بصح زعما ما فهمتش كيفاش قصدي هذا الشونتور زعما ما تعرفوش هذا شنو؟ ما عرفوا لا يغني ودير سمعت دوكا كيعني تهضر نسمع وانا واش دخلني انت يغني ولا ما يغنيش انا واش دخلني بالك حكي ملحش ما حشم ما غناش يا مامي شحال يحشم شحال باش تقول انت شونتور ماشي شونتور هذيك سي با تو كي جوج ربي سهل شونتور ماشي شونتور اكتر دونسور يصح ربي سهل انا واش دخلني انا واش دخلني بصح انت هدرت انت دخلت شحال انا المخرج انا نهضر المخرج هدر مع انا المخرج هدر مع المنشط ولا هدر مع هذيك انا نهضر معاك انا 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 هنا انا الشاف الشاف تاعكم كاع كيما راكم انا الشاف انا الشاف ديالكم كاع شاف شونطيت اذا تشوف روحك مانوفري هذاك تما نولي سبحان الله يقول الشاف اذا انت مانوفري انا الشاف شونطي لماذا شاب مراد بعد ما كان داير البوز يعني في وقت غير بعيد يعني في السنين الاخيره هذوما اليوم راهو شغل اختفى على الاضواء علاش بالك ترى يتبان لك هكا جو بوس با انا راني نخرج جديد وراه يمشي جوست انات نو اليوم عندي سوندوج مع البيبليك يقول لي شاب مراد طفى ماذا بيك تبريه لنا ماذا بيك تبريه لنا انا في الدار احنا ممكن داك الشيء يدرك انا لي شونسون تاعي راهم يخرجوا راهم يمشيو انت دروك في لا تيليفزيون هكا تطفى معليش نبدا تبغى تطفوا الواحد كيما تبغوا لا لا حاشا لله احنا باش نطفي واحد لازم يكون شاعل ومن بعد نطفيوه ما كانش كيفاش نطفيه واحد طافي ديجا جامي يشعل يا خو على المخرج ما حبش كامل يسكت من اللي بدات الحصه هو يهضر غادي نطفيك هنا في صندري بهذا بهذا راك تشوف هذا ها تشوف هذا صندري ها تشوف بالك تقيسي اش هذا ساعات هو ودي ديك ودي غادي ندخل لك هنا طفيك هنا في صندري مليحه هاكا يخلص اسكت باش تولي طافيه هاكا باش تولي طافيه اطلع الله هذا شك حاي تعرف مين مسك ما الله هذا انت جاب لي محبوس صفوا خويا هذا مالات خويا نختار اروح خلينا نكملوا في قاتلك خوتي سمحوا لنا والله العظيم شكله شكله كبيره هذا اروح كملوا كويس اقسم لك بالله ها يا مراد لا خلاص خلاص لا خلاص اوكي العاده لا فيكتيم حالفت ما تكمل الحصه حتى صفوان بدا يحل المسكين بغيت انتهي الحصه السلام عليكم وصاي ليا ليا حنت ثاني هي ليا عندكم قعدتكم بالواحد ولادي نتوما قعدتكم بالواحد اه صفوان فكملنا قال لي قعد هو قعد لي نتايا قعد فيكم بالواحد مخرج هذه خدمتك قال لك ما تزقي خويا العزيز انا الشيطان مالك شبعنا قعد فيها مش وانا قعد فيها ما حبش هذه من راه على مالك بصوت ليش وش انا يعني سيلوس ويسهلنا هذا والله العظيم من هو أب سيدنا عيسى؟ سيدنا يعقوب ولا سيدنا سليمان؟ عيسى ما نعرف بلي سيدنا يعقوب من هو زوج سيدتنا مريم؟ بعد هالزوج وشكون ابن تاعها سيدنا مريم؟ سيدنا عيسى عليه السلام
وشكون اب سيدنا عيسى؟ ما نعرف بلي سيدنا يعقوب خلوتها لي كاع تما غلطت انايا هذا دوك كنت تسقسيني على روحي غادي نغلط باسكو انا هذا السيد خويا خلخني التركيز ما راهش عندي دروك سوري وميم طو لا كيسيون فيها بياج خلطت ما تخبش اخويا مالك ما تخبش صح ما تزقيش صح ما تخبل واه ما تزقيش صح ما تخبل ما تزقيش اش غادي نروح غادي نوصلك ما تزقيش واه ما تزقيش ما تخبل واه هيا مالك ما تزقيش باغي نوصلك ما تزقيش انت هذا الصباح اش هذا الصباح يا مرا يا مرا يا مرا سلك روحك دروك سلك روحك دروك سلك روحك يا مرا سلك روحك شنو خلاص خلاص مهبول ما تعش لا كريز لا تهدر أبقى تهدر انت أخلص ريها خلاص خوتي ما نقدوشكم لا لا خلاص والله خلاص مش معنا سنو فيك جو سمع باش تهدر هذا الهدر قلقني بزاف لا صاي والله خلاص ريا وحشم خلاص خلاص إذا لم تستحي فافعل لا صاي مي مورا لي روح لك ما تنجمش تهدر كاع غادي تجي تهدر هاك وانا نهدر هاك دروك أسوأ لحظة عشتها انت يا في المشوار الفني ديالك بك هذه اللحظه الأسوأ كاع بحياتي كي راك معنا في حصه وجالي لا ماشي نتوما لا اخويا من نرجعني لا خليها اخويا خليها والله غنجوزها خليها والله راضي مراد صفوان اللي زعما راهو يديفوندي عليك راهو كومبليس مع اسلام بصراحه قال لك جريء هادي جور انا نهضر بصراحه احنا اللي هنا انا نهضر بصراحه انت هو أسوأ حاجه شفتها في الكارير تاعي خويا اسمع كيفاش يقولوا أسوأ صوت سمعته في حياتي والله لا صامت هذا انا زعما شفت واحد صامت كيما هذا ابا يكمل خويا بغا يروح ابك بلي هكا غادي نلحق الروطار كملته 11 ونص عرس تاع الناس خويا ايه احنا نطلبوا السماح من العريس والعروسه كي شدينا مراد ونقول لكم مبروك عليكم خلينا نكملوا ونروحوا نشوفوا صوالحنا وحضر على روحك انت اللي درت الروطار بكبيت وقول لي قلت لي انت درت الروطار انا راني سبعت الحشيه هنايا انا الشيطان حشم درتنا روطار ضيعتنا وقت وصدق ضيعنا انت مخرج ما نشفيها ما انا كيف انت مخرج تخسر هذا اللي هذا تقول لي هذا الكتاف بالعرف اي صحيح والله العادي صحيح والله الوقت عادي غادي نلحقوا الكتاف وما وصلش في الغناء فيك غير ديك بوني فالا في لي كولور ايا مولا درك الخاتمه الخاتمه نروح الوقت ولا غير نروح وهذا الوقت ديال الكلوتير بصح الناس خويا هادو كنحس خلاص نقولوا بلي قلت لك ما تفهمني مليح نقول الحق روطار عيب بصح الناس الكلوتير نروحوا خويا والله العادي هذا ساعه الشجره هذا فيك الشعر بالاب روح خويا راح جرك ضرب لي تشعر تعب الصهر غير ملصقه علاش قاع علاش راك ملصقه شعرك غابر روحك على غابر روحك غابر روحك بخيمه هذه هذا شعر تاع سينح سينح نحيتو نحيتو والله بصح نحيتو مش شاي حي صحة رمضانكم وإن شاء الله تصوموا بصحة والهنا إن شاء الله وإن شاء الله ربي يتقبل منا وإن شاء الله ربي يبعد علينا هذا إسلام وصفوان خويا تاني كومبليس ربي يبعدك عليا تاني بس نشوفك الله يحفظك لحقنا نهاية العادة تاع اليوم إن شاء الله ليميشن تاعنا تكون عجبتكم ونقول لكم صحة فطوركم وصحة شربتكم كان عفوا نقول لكم لازم نديروا ريجيم باسكو إن شاء الله مراد وين تلاقى غدوة إن شاء الله إسلام دار جديدة هذيك تيم جديد واش ندير انا وجد راه حق المسرح مراد احنا جينا ليك غير باش نضحكوا معاك وجمهورك راهو فرحان بك وما بقى لنا غير نقولوا لك صحه رمضانك